اللي مع مين كنت عم تحكي؟ مع عميل بنيويورك. بهالوقت؟ هلا وقت الشغل عندن، مشان هيك كنت عم بحكي معه. لازم الواحد يستغل كل لحظة وإلا بيخسر شغله. أنا لهلأ ما قدرت أفهم الطريقة اللي بتفكر فيها، قاعد عم تشتغل هلأ والضيوف ناطرينك تحت؟ غريبة. أنيسة سونالي، إمتى ناويين تتزوجوا أنت والسيد جايوالي؟ كل شي بوقته حلو، أكيد رح تعرفوا الموعد، أنا رح خبر الكل. أنسة سونالي، ما عم نشوفك بأي أدوار بالفترة هاي، في عندك أسباب خاصة؟ أنا بصراحة ما بحب أخذ أي دور، أنا بهتم بالنوعية، مو بالكمية. هلأ في فيلم عم مثل فيه ورح ينزل عن قريب، عن إذنكم. شكراً كثير. شكراً.